السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم نهارا سعيدا ويوما جميلا وشهرا يكون مليء بالإنجازات والتوفيق إن شاء الله. أبدأ النهاردة كلمتي بالدعاء لأحد زملائي وأخواتي، دكتور طارق الجهري اللي بيعمل عملية الآن في رقبته، وأرجوكم أنكم تدعوا له بتمام الشفاء النهاردة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البرنامج ده، أو اللي هو الاسم ده، المنهج والبرنامج والممسوخ. كيف بدأت الفكرة؟ أنا كنت السنة اللي فاتت في آخر ديسمبر قبل السنة الجديدة في مؤتمر عن اللي هو يوم اللغة العربية في طرابلس مع مؤسسة الزاوي، الشيخ طاهر الزاوي، وكان الناس فطاحل في اللغة العربية بيتكلموا عن أهمية اللغة العربية وأهمية الخلاوي وأهمية الزوايا وأهمية الكتاتيب إلى آخره إلى آخره. وإحنا جالسين ذكروا كلمة منهج، وأساس المنهج هو إعادة بناء الوعي. إعادة بناء الوعي، المنهج عشان نبني وعي. بناء الوعي أصعب بكثير جدا من بناء الأهرامات وبناء ناطحات السحاب وبناء كل الأشياء اللي بنتكلم عنها دي. فمن اسبوعين تقريبا وانا نازل لندن اجتماع هناك بدأت اكتب، كان بالضبط يوم 22، لا من اسبوع تقريبا، اكتب في الورقة دي وانا قاعد في القطر. يعني ايه هو المنهج؟ يعني ايه هو البرنامج؟ ويعني ايه هو الممسوخ؟ ايه العلاقة بين التلاتة، بين المنهج والبرنامج والممسوخ؟ المنهج بالنسبة لي انا هو الحيز اللي بنحط فيه البرنامج. يعني البرنامج ده بيكون داخل المنهج، يعني كأن الحيز ده زي المناخ، والمنهج البرنامج داخل المناخ. هو الحيز الذي يوجد فيه البرنامج والذي يعمل فيه هذا البرنامج. البرنامج يعمل في الحيز ده وفقا لنظام يتوافق مع النظام الذي ينظم عجلة الحيز. يبقى نظام الحيز يتفق مع نظام البرنامج. نظام الحيز اللي هو الهيكل او المنهج يتفق مع نظام البرنامج. قلنا تاني، هو ذلك الحيز الذي يوجد فيه البرنامج والذي يعمل فيه هذا البرنامج وفقا لنظام يتوافق مع النظام الذي ينظم عجلة الحيز اللي هو المنهج المنظمة لدورة ايه؟ لدورات عجلة الحياة على وجه الارض. لدورات عجلة الحياة، كله ده مرتبط ايه؟ بالارض، ومرتبط بالمكونات في الارض وعجلة الحياة في الارض. طيب ده تعريف. في تعريف كتيرة جدا انا كتبتها شخصيا، التعريفات دي انا اللي كتبها، في تعريفات هجيبها لكم اللغة العربية. التعريف الثاني هو ذلك النظام الهندسي الذي يحدد مسارات مسالك ايه تخصصات الخدمات المجتمعية. يعني في النهاية البرنامج والمنهج بيؤدوا الى خدمات مجتمعيه يحتاجها المواطن. خلاص، يبقى هو النظام الهندسي. هو كذلك الثقافه، الثقافه اللي بيتعارف عليها ابناء الوطن. يبقى المنهج في نظام هندسي وفي ثقافه، وهو القيم والعادات والتقاليد اللي بتساعد في تكوين الشخصيه الوطنيه للفرد. وكذلك هو التاريخ والحضارة والنهضة الباعثة على قوة انتماء المواطن للوطن الذي يعيش فيه. وكذلك العقيدة والإيمان الراسخين في أفئدة أبناء هذه المجتمعات، وهو التضحيات التي صنعتها رموز هذه الأجيال عبر القرون، وهو بديهة. يبقى حتى البرنامج هو بديهة فكرية كثيرا ما يفعلها الإنسان. يبقى المنهج هو مناخ او حيز زي ما انا اتكلمت قبل كده. هو هنا، هو هنا حيز، ها، وهنا نظام وثقافه وقيم وعادات وتقاليد وتاريخ وحضاره ونهضه وعقيده وايمان وتضحيات وبديهه فكريه. ده المنهج بالنسبه لي. إذا كان واضح بالنسبة لنا شيء كبير يعتبر نظام، ها، الايه كان نظام الكون.
والمنهج بالنسبة لي أيضا، بالنسبة لي أنا شخصيا قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب، هو الهيكل اللي بتتنفذ في كل البرامج اللي بتحتاجها، بيحتاجها المجتمع أو بيحتاجها الوطن أو بتحتاجها الدولة. يبقى هو هيكل، يبقى هو حيز وثقافة وقيم وتاريخ ونظام هندسي إلى آخره، وفي نفس الوقت هو إيه؟ هيكل، ها، الذي فيه البرامج والأنشطة سوف نقوم بداخلها ذاك لتحقيق الأهداف المرجوة لبناء وسخاء المجتمع. خلاص؟ واضح بالنسبة لنا؟ هو هيكل وحيز وثقافة ونظام هندسي إلى آخره إلى آخره. والدولة كمان، الدولة احنا نتكلم عنها دي، مثلا يقول لك الدولة البريطانية، الدولة الأمريكية، الدولة الفرنسية، الدولة المصرية، الدولة السعودية، الدولة الباكستانية، ده برضك هيكل، ها؟ والدولة هيكل اللي أساسها بتخدم الوطن، اللي هي أو بتحافظ على كينونة الوطن، هو الهيكل الذي يحافظ على كينونة الوطن، ومن خلالها يكون هناك حكومة اللي هي المدير التنفيذي، ها، المدير التنفيذي اللي بيخدم كل مواطن داخل الوطن، والدولة هي اللي بتراقب أداء هذه الحكومة التنفيذية، والحكومة هي الخدم الذين يسعون لخدمة المواطن. أما الوطن فهو الموئل، مكان اللي بيعيش فيه الناس، بنسميها رقعة جغرافية، بتسميها مصر، بتسميها سوريا، بتسميها لبنان، بنسميها الكويت، بنسميها الإمارات، ده الموئل. وأما المواطن بقى، قيمة المواطن فهو فعلا المالك الحقيقي، وهو سيد الدولة وسيد الحكومة وسيد الوطن. وما الحكومة والدولة إلا خدما لدى المواطن. مفيش وطن من غير بشر، مفيش مواطن من غير مواطن، فالمواطن هو السيد الموقف في كل هذه الأشياء. يبقى الدولة هي الهيكل، الحكومة هي الخادم التنفيذي، الوطن هو الموئل، والمواطن هو الملك الحقيقي وسيد الدولة والحكومة والوطن. دي بس بعض التعريفات اللي أنا وضعتها في اللغة العربية، بس عشان الناس ما تقولش دي كانت دي مش من عندي أنا، دي من اللغة العربية. دي بقى من اللغة العربية. اللغة العربية المنهج في اللغة العربية هو طريق واضح زي ما احنا شايفين كده، أو هو وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة. والمنهج برضك بتعرف اللغة العربية في المعاجم العربية، هو خطة منظمة، وهو في الدراسة برامج، وهو في الثقافة مذهب ثقافي، وفي الشرع شرعة ومنهاجا. ده بعض التعريفات في اللغة العربية. اما النظام اللي هو السيستم في اللغه العربيه ايضا، النظام معناه ايه؟ معناه الترتيب، معناه الاتساق، معناه الطريقه، معناه قوام الامر وعماده، معناه خضوع للقوانين والحفاظ على القوانين، ده نظام. ومعناه هي مجموعه عناصر مرتبطه بعضها البعض وظيفيا عشان تؤدي وظيفه معينه. دي تعريفات اللغه العربيه بالنسبه للمنهج وبالنسبه للنظام في اللغه العربيه. ما هو البرنامج؟ البرنامج في بعض الناس بتعتبره في اللغة العربية اللي هو المنهج. يعني في اللغة العربية في تعريفات البرنامج والمنهج بيكونوا متقاربين من بعض. أما في الحفل، البرنامج اللي هي بيكون وقائع الحفل، يقول لك الحفلة هتبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 5، يبقى من 9 إلى 10 فيها كذا، ومن 10 إلى 11 في كذا إلى آخره. والمنهج أو البرنامج في الجمعية هو الخطة، يبقى البرنامج هو وقائع الحفلة أو المنهج في التعليم أو الخطة في الجمعية. أو هو لو كنت في يومك أنت يقول لك إيه برنامجك النهاردة، هتعمل إيه يا ابني النهاردة، يبقى اللي هو إيه اللي هو المهمات اللي أنت هتقوم بيها النهاردة. النهاردة هصحى من النوم، هفطر وحلبس وحخرج وأتسوق، أو هروح الشغل، ولما هروح الشغل هعمل كذا وكذا وكذا. دي المهمات اللي أنت هتقوم بيها في اليوم اليوم. وفي الحزب السياسي البرنامج أو البرنامج هو البيان الرسمي للحكومة للحزب السياسي، البرنامج البيان الرسمي. ففي تعريفات كثيره جدا للبرنامج وللمنهج وللنظام. طيب ازاي نبني المنهج بقى عندنا في بلادنا او في دولنا او في اسرنا او في مجتمعاتنا؟ اول خطوه نعملها هي الاسره، هي اول لبنه واهم مؤسسه في المجتمع وفي الوطن بتبني المنهج اللي بنتكلم عنه ده.
الأسرة اللي هي زوج وزوجة، الأسرة اللي احنا عارفينها اللي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها كافة الأنبياء. أما في أنواع كثيرة جدا من الأسر، يعني الدين بيختلف فقهيا وعقديا معها. يبقى هي الأم والزوج اللي هم بيكونوا اللبنة الأولى في بناء المنهج اللي احنا عايزين نحطه داخل دماغ ابننا. نمرة اتنين، قيمة المدرس في المدرسة. احنا كلنا فاكرين مدرسة المشاغبين، ها، وكزاي ان المدرس اصبح اللي هو اصبح مادة للتهزيء والسخرية. قيمة المدرس في المدرسة وكيف يحترم المدرس. قيمة المؤسسة التعليمية اللي هي بتربي النشء من ايه، من اللي هو من الأسرة بتستلمها. المؤسسة التعليمية عامة اللي هي المدرسة، اللي هي الجامعة، اللي هي الكتاب، اللي هي المعهد، اللي هي كل هذه المؤسسات التعليمية، هل ليها احترام ولا لا؟ يبقى الأسرة وقيمة الأسرة، وإزاي بتضع الأسرة اللبنات الأولى في تكوين منهج داخل شخصية الطفل نفسه. المدرس وقيمته واحترامه، المؤسسة التعليمية، التزامنا احنا، التزامنا احنا كأفراد وكمؤسسات وكجمعيات، ها، مدى التزامنا. يعني الأشياء دي كلها بنتكلم الالتزام، الاحترام، الانتماء الوطني. هل احنا منتمين للوطن أم منتمين لشخص أو منتمين لقبيلة أو منتمين لتاريخ؟ انتمعنا. كل دي الحاجات دي بتعمل ايه بناء على التعليم اللي تعلمناه داخل الأسرة وداخل مدرسة المؤسسة التعليمية. التزامنا في الوطن، احترامنا للوطن والقيم والعادات والتقاليد، اللي الانتماء الوطني بتاعنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات دون عرضه فهو شهيد، وطنه فهو شهيد، وهكذا ماله فهو شهيد الى اخره. فالانتماء الوطني ده، هل الانتماء فيه نفع ولا الانتماء مجرد قيم المجتمع اللي احنا بنعيش فيها، مبالك، وثقافة الوطن وتاريخ وامجاد الوطن، وده كل بيبني الشخصية المجتمعية بتاعتنا. يبقى احنا اول لبنة في بناء المنهج داخل المجتمع هي الاسرة. الاسرة اللي احنا بنتكلم عنها ده، ما تجيش بعض الامهات بتجيب بعض المربيات للاطفال، ثقافتهم غريبة عن البلد، لغتهم تاريخ غريبة عن البلد، وكذلك عقيدتهم غريبة عن البلد، وبعدين يطلع ابنها ممسوخ الشخصية اللي هنتكلم عنه بعد كده، او تدخلهم تعليم لا يتفق مع التعليم مع البلد، علشان هي عندها انكفاء وانحطاط فكري في اللي احنا بنسميه هو inferiority complex، اللي هو عقدة اللغة الأجنبية، عقدة الوطن الغريب، عقدة الثقافة الأجنبية إلى آخره إلى آخره، فتطلع ابنها ممسوخ. طيب ده بالنسبة كيف نبني المنهج. وأهم حاجة في بناء المنهج أبدأها إليه بالأسرة. لو احنا عملنا برنامج للتعليم اللي بيؤدي للتغيير، ازاي هنغير المجتمع؟ نبدأ بالعلم أو التعليم. لازم الإنسان يكون متعلم، لازم لازم. يعني العلم أصبح فرض وفريضة لابد أن تقام. بعد كده المعرفة، يعني كتير جدا من المتعلمين مش عارفين بلدهم فيها ايه، مش عارفين مجتمعهم فيها ايه، مش معرفين يعني مكنونة العلوم اللي تعلموها فيها ايه، معرفة العلم نفسه. ويبتدي نبني في الطالب او في الطفل او في الفتاة او في الولد القدرة على التفكير. طب يا انت عرفت اتعلمت خلاص، خدت شهادة وعندك المعرفة دي كلها، طب تعرف تفكر ما تعرفش تفكر؟ تعرف تفكر ولا فكر عشان تجد حل، ولو فكرت تعرف تحلل اللي بتفكره ده، يعني كل المعلومات واللي عندك دي كلها تعرف تعمل منها تحليل موضوعي، تستنبط منه وتستنتج منه الآراء. يعني نمشي بالتعليم العادي. هنا كتير جدا من الناس واخدين دكتوراه، زي ما كان صلاح ذو الفقار فيلم الأيادة الناعمة واخد دكتوراه في ايه، حسنين، واخد دكتوراه في حتى. ممكن في واحد تاني ياخد له دكتوراه في حبذا، ممكن واحد ياخد دكتوراه في الواو، وبالك خلاص. مش معنى انك خدت دكتوراه انك اصبحت عالم، مش بعد ان خدت دكتوراه انك اصبحت معارف معرفه العلم اللي انت درسته حتى. يبقى بنبدا بالتعليم لمحو الاميه وللشهاده، وبعدين معرفه، وبعدين نخلي الطالب يستطيع عنده القدره على التفكير ثم التحليل ثم استنباط واستنتاج الاراء،
وبعد كما استنتج الاراء يبلور الافكار بتاعت الاراء دي كلها. ليه؟ لان البلوره هي اللي هتعمل لنا النظريات والقواعد والقوانين اللي هتغير المجتمع. اقولها تاني، مسيرة العملية مش بؤجة. ابني هدخله مدرسة فرنساوي ولا مدرسة انجليزي ولا مدرسة الماني، وبعدين في مجتمع تتناقض ثقافته وقيمه وعاداته مع ثقافة اللغة. لكل لغة عندنا فيها ثقافة، ولكل لغة فيها تاريخ، ولكل لغة فيها قيم، ولكل مدرس بيخش يدرس ابنك في المدرسة من ابتدائي لثانوي ثقافة مختلفة وقيم مختلفة وعادات مختلفة وتاريخ مختلف. فلذلك إن أردنا أن نغير في المجتمع التغيير الإيجابي المنشود اللي يبني النهضات والحضارات، فلابد نبدأ بالعلم والتعليم ثم المعرفة ثم التفكير. لابد الطفل يعرف يفكر، ونديه القدرة على التحليل والاستنباط واستنتاج الآراء وبلورة الأفكار. وبعدين بعد ما يبلور الأفكار هو هيكون صاحب النظريات وهيكون صاحب القواعد والقوانين، زي الناس عندنا ما خدوا جائزة نوبل في النرويج، مش كده أصله والنرويج. نعم. طيب ده بالنسبه للتعليم من اجل التغيير. برنامج التمكين داخل الوطن ازاي التمكين معناها ايه؟ معناها ان المواطن يستطيع ان يصبح مالكا للوطن وسيد الدوله وسيد الحكومه التنفيذيه ومؤسسات الدوله والحكومة والمؤسسات المجتمع المدني تخدم المواطن. هذا هو التمكين. نبدأ التمكين ازاي؟ نبدأه اولا نشوف احنا عايشين فين، مكان احنا عايشين فيه، بين احنا شعب ولا مجموعة من الكائنات اللي عايشة مع بعضها في مجاميع عشوائية. اوكي، بعدين نشوف الكفاءات البشرية اللي عندنا احنا كشعب داخل القبيلة وداخل القرية وداخل المجتمع. ده في كفاءات بشرية لابد نشوفها، الكفاءات البشرية دي كلها، ونبتدي من خلال الكفاءات البشرية اللي عندنا دي كلها نعمل ايه؟ نعمل النظام اللي هو السيستم اللي اتكلمنا عنه. واهم حاجة في النظام ده اللي بيحمي العملية دي كلها هي الحرية اللي احنا بنتكلم عنها. والحرية اصبحت ملزومة او متلازمة من متلازمات الحياة. مفيش مجتمع يستطيع ان يتطور وينمو ويبني نهضه وينشئ حضاره الا ان كان هذا الا اذا اصبح هذا المجتمع حرا يستطيع ان يعبر عن نفسه وارائه ويبني مجتمعه ويتدافع مع ما تتدافع كل الثقافات المجتمعيه داخل النطاق المجتمعي في الوطن لكي تبني هذه الثقافه المجتمعيه الكبرى. الحريه، ها يبقى احنا نحط النظام وبعدين نحط قواعد الحرية للجميع، ثم نضع القوانين والتشريعات، ثم نؤسس مؤسسات دولة مستقلة عن الحكومة. مؤسسات دولة لا يوجهها رئيس ولا وزير ولا أمير ولا شيخ ولا حاكم ولا مالك ولا 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 ولا، بل تراقب وتتابع وتوجه وتعزل هؤلاء، لأن هذه المؤسسات تبود أن تكون أقوى من الحكومة نفسها. وبعد كده هو مؤسسات مستقلة، في مؤسسات شعبية غير حكومية اللي هي مؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافه. لكن دي هتكون مساعد للجهاز التنفيذية ومراقب على الجهاز التنفيذي، هي مساعد للحكومة في البرنامج اللي عايز الحكومة تنفذه، لكنها بتراقب فساد وأداء الحكومة أيضا مع مؤسسات الدولة المستقلة. بعد المؤسسات الحكومية، بعد كده في مؤسسات حكومية، ما نخش بقى في حتة اللي هي الأخلاقيات الشخص اللي عندنا مكانه، يعني قيم الدولة، قيم الوطن احنا فيها، أخلاقيات المواطن، ثقافة تاريخ الدولة أو تاريخ الوطن نفسها. وبعدين ده هيؤدي إلى يجعل المواطن مننا ممكن على قاعدة ايه؟ على قاعدة النظام والحرية، قوانين والتشريعات ومؤسسات الدولة المستقلة والمؤسسات الحكومية اللي بتمكن الشخص فيصبح هو المالك الأول داخل الوطن وداخل الدولة وداخل الحكومة. طب ده برنامج التمكين داخل الوطن، أوكي؟ إيه الصورة دي كلها؟ تفكرين فيلم مرجان، أحمد مرجان، الحلزونة يا أما الحلزونة، واسمها الحلزونة يا أخت الحلزونة؟ دي مش حلزونة. لو أنت بصيتوا في الألوان دي كلها
هتجدوا الألوان دي خمس ألوان بتتكرر. هنا في خمس ألوان، هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. في نظام هنا، أو في هنا إيه هيكل، أو في هنا إيه اللي هو المنهج اللي هو الخارجي ده كله اللي انتوا شايفينه ده، والداخل هنا اللي هي دي العجلة اللي هتدير برامج المجتمع بنفس النظام اللي موجود في المنهج نفسه. يبقى دي البرامج اللي بتمشي العجلة دي كلها، واللي هي تتوافق تماما مع برامج مع ايه مع نظام المنهج نفسه. واضح الامر؟ حتى اللومد اللي نازلة دي كلها فيها خمس الالوان، دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ودي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهكذا. هتلاقي هنا في النظام ده ان المنهج اللي هو هيكل، والنظام سوري والبرنامج اللي داخل المنهج، هتلاقي نظامهم واحد، فالاثنين بيمشوا مع بعض متناسقين. واضح الامر؟ لان كنت ذكرته ايه في الاول. طيب ننزل لده، لو احنا نظرنا للشكل ده، هو نبص على الاطراف، هنلاقي هنا الاطراف دي اللي بره دي اللي هي في الاركان الاربعه، فيها في الهيكل اللي هنتكلم عنه ده، او اللي هو المنهج نفسه اللي هو فيه نظام، اللي هو فيه الالوان الخمسه. شايفين الالوان الخمسه دول؟ الالوان الخمسه 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3. كان مفروض ان كل مكون داخل هذه المكونات، سواء كان في الاقتصاد او في التعليم او في البيئه او الى اخره، يكون في نفس النظام اللي بيمشي اللي بيتسق مع نظام اللي هو ايه المنهج اللي بره ده كله. اديك مثلا دولة من الدول في نظام الاقتصادي، هتلاقي فيه جزء شيوعي، جزء اشتراكي، جزء علماني، جزء رأسمالي، جزء اسلامي، جزء مسيحي، هتطلع لك ممسوخة. مفيش نظام اقتصادي عندك. حتى في النظام التعليمي نفسه، حتى في النظام اللي هو الديني او الثقافي الى اخره، فتلاقي الامر مش واضح، كل واحد فيهم ماشي كل في شأن معين. ادي انا مثلا من الامثله، كان في واحد من زملائي امس بيذكر لي على ان احد اقاربه من البنات كانت دخلوها عيله ملتزمه مسلمه، دخلوها مدرسه فرنساوي بتديرها الراهبات. فالبنت طلعت متشربه بالشخصيه الراهبات والشخصية دي، وده يعني بعد كده هو بيقول لي ان البنت دي تغيرت 180 درجة نتيجة الثقافة اللي اتعلمتها داخل المدرسة، فأصبحت شخصية مختلفة عن شخصية الأب والأم والإيه، وحصل فيها تغيرات يعني يعتبرها الأب والأم انها تغيرات مش إيجابية برغم انها اتعلمت. الأمر في كده ان نظام البلد وثقافة البلد ومناخ البلد يختلف تماما مع النظام وثقافة المنهج التعليم اللي تعلمته البنت اللي كان بيقول لي راحت عملت عمرة وراحت كذا وكذا وكذا وكذا، والآخر هي ماشية بشورت داخل المجتمع. أنا مش بخش في القضايا الفقهية، لكن أنا بشوف المسيرة اللي بتحصل لما ما يكونش عندنا نظام زي ما هو واضح كده، إنه يكون عندنا البرنامج اللي هنا ماشي مش وفق النظام الكبير بتاع المنهج اللي بره ذاك، اللي هو ده المواطن اللي حننتجه في الآخر، ده المواطن اللي انا مسميه الممسوخ. قد يكون الممسوخ ده عنده شهادة دكتوراه لكن ما عندوش قيمة في الحياة، عندها شهادة ماجستير او عندها شهادة ماجستير بس ما عندهاش قيمة في الحياة. لا احنا عارفين ان هو رايح ولا جاي ولا قاعد ولا نايم ولا واقف ولا بيتكلم ولا اي حاجة ولا يدور اي دور في الحياة. ليه؟ لان لابد البرنامج يتوافق مع النظام بتاع الوطن والنظام بتاع الدولة، ما يكونش زي ما بيقولوا في الاغاني ايه ده مرقع من كل حتة بقعة أو من كل حتة رقعة أو من كل حتة إيه شيء نحطه على بعضه. فإذا ما كانش عندنا منهج يتوافق مع نظام المنهج، يتوافق مع نظام البرامج اللي بندرها داخل مؤسساتنا في وطن معين، سواء كان مؤسسات تعليمية أو اقتصادية أو فكرية أو ثقافية أو فنية أو درامية إلى آخره إلى آخره إلى آخره، هنطلع الشخصيات الممسوخة دي اللي هي تبقى قاعدة اللي بيسموها في بعض البلاد اللي هو حزب الكنبة اللي قاعد ما بيعملش حاجة. خلاص؟ طيب لا نرجع هنا تاني. احنا نرجع بالصورة دي الأولانية دي، ده اللي هو احنا قلنا ده المنهج بتاعنا، وماشي الخمس ألوان ماشيين يمين وشمال وماشيين منظمين.
ده بتاع المنهج كله، شايفين المنهج ان هو اللي في الاطراف دي، وده البرنامج اللي هو نفس النظام بتاع ده والنظام بتاع ده. طيب ده الممسوخ اللي طلعت من برامج انظمتها مختلفه ومتعارضه مع المنهج الكبير. ده بقى ننظر هنا، هو نظام تاني. ادي المنهج هو في الاطراف، الاربع اطراف اللي هو الخمس الوان، ها، لكن نلاقي في المرحله الحضانه او اللي هو الكيندر جاردن والابتدائي والثانوي والاعدادي وكذا وكذا، نفس النظام بتاع المنهج الجانبي، سواء كان في القيم، في الاخلاق، في العادات، في التقاليد، في حاجه الوطن لماده معينه او حاجه المجتمع لماده، فنلاقي دول ها متسقين مع دول، يعني النظام الكبير اللي داخل الوطن بيتسق مع البرنامج او نظام البرنامج داخل كل تشكيل في اي وزاره او في اي مؤسسه او في اي دوره من دورات حياه الفرد على الوطن. فلما يتفق النظام المنهج مع نظام البرنامج، ده اللي هناخده مجموعه من المواطنين مش ممسوخين الشخصيه زي ما انتم شايفينهم اهو، ان هو من شكلهم انهم مجموعه جاده، ما هماش عايشين حياه الرفاهيه، هم من العاملين او من الفلاحين، لكن عارفين طريقهم، شايفين كلهم متجهين في اتجاه واحد لايه؟ لخدمه الوطن اللي هم اتربوا فيه، اتربوا على القيم والعادات والتقاليد والثقافه وعلى برامج التخصصيه المختلفه التي تستطيع ان تجعلهم يبنون الدوله او يبنون الوطن او يبنون المجتمع الذي يعيشون فيه، يبنون الحضاره بتاعته ويبنون النهضه بتاعته. واضح؟ اقولها تاني، ارجع اقولها تاني. ها لما شايفين هنا هو برامج البرامج داخل المراحل المختلفه او المؤسسات المختلفه او الوزارات المختلفه ملخبطه، وكل واحد فيهم ماشي في شان معين، فما فيش نظام يتسق مع نظام المنهج اللي هنتكلم عنه. ده خرج لنا مين؟ الممسوخ اللي احنا عندنا منه كتير بسم الله ما شاء الله دلوقتي كتير. ها اما اذا اتسق النظامين، نظام البرنامج مع نظام اللي هو المنهج، فبيخرج لنا مين؟ بيخرج هؤلاء ولو كانوا عمال وفلاحين فهم دول اللي بيبنوا البلد، لانهم عارفين وجهة نظرهم وعارفين التحديات وعارفين ازاي الانتماء الوطن وبناء الوطن. فده الشعب اللي بيخرج لنا بعد كده، شعب بيخرج عنده القيم والعادات والتقاليد والثقافة، ها، وعنده العلم وعنده الفكر اللي ما بيتعارضش مع المنهج الكبير بتاع الكون، ده اللي فوق الابيض، ده القمر وده النجوم وده الطريق، فكلهم ماشيين بنظام يتفق مع نظام الكون، مع نظام برامجهم لا يتعارض مع نظام برامج المنهج اللي بيدير الكون. يعني احنا مثلا لو ضربنا الامثله، ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وبعد خلق السماوات وخلق النجوم وخلق الشمس وخلق القمر، فالدور بتاع الشمس والقمر والنجوم بيعملوا دورة الليل والنهار ودورة الفصول الأربعة اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي بتعمل مناخ وبتعمل كذا 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 كذا، اللي بيساعد أو اللي بيجعل الإنسان وكافة الخلائق على الأرض اللي ربنا خلقهم انهم ايه يعيشوا داخل هذا النظام أو الايه او المنهج او الايه او الهيكل الكبير. فلو احنا عملنا برامج داخل النظام ده على الارض يعملها الانسان لنفسه او كذا لا تتسق مع نظام المنهج الكبير، فده اللي بيحصل عندنا بالكوارث الطبيعيه اللي بتحصل الان او بالتصحر والجفاف او الى اخره او الى اخره. فلا بد ان الشعب يعلم انه جزء نظام برامجه لابد يكون متسق تماما مع من؟ مع نظام برامج او نظام المناء اللي هو المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لنا لكي نحتذي به. انا بس قلت الموضوع الصعب ده ليه؟ لانه كان بالنسبه لي صعب جدا، ها، ان انا اوصله لكم الفكره، واتمنى انها تكون وصلت بالنسبه لكم. اتمنى ان انتم ما يكونش اولادنا زي الشخصيه للممسوخه دي كلها، واتمنى ان يكون اغلب اولادنا يكونوا كهذه الشخصيات. ومش عيب ان الانسان يطلع عامل، مش عيب انه يطلع فلاح،
مش عيب انه يطلع يعني واقف يعني مش مكمل تعليمه، لان التعليم جزء من المعرفة. والتعليم يعني هو اذا اردنا ان نبني الوعي، شوف هنا التمكين داخل الوطن بينتهي بأول حاجة، أهم حاجة فيك بعد اللي هو النظام والحرية والقانون والتشريعات وبناء مؤسسات دولة مستقلة. برنامج التعليم بيبدأ بالعلم ثم المعرفة اللي انتهى للتغيير. بناء المنهج يعتمد على الأسرة بالدرجة الأولى، يعتمد على الأسرة بالدرجة الأولى، ودي اللي هو بعض التعريفات اللي احنا حطيناها. اما بالنسبه لطرق التعليم المختلفه وطرق البرامج اللي احنا بنعملها المختلفه، فدي اشياء اجتهادات، لكن لابد ان نضعها كلها في نسق واحد، لا نفرض شيء يكون غريب على الوطن وعلى المواطن وعلى المجتمع. فاذا فرضنا شيء غريب على الوطن لان قد يعجبنا شيء في بلد ما، لكن هو هذا الشيء يصلح لهذه البلد ولا يصلح لبلد اخرى. وإن أردنا أن نستورد هذا الشيء لبلد معين لابد أن نكيفه وفق ما تقتضيه الظروف والمصالح داخل البلد التي هتستعمله، ولا نستعمله كما هو. وجزاكم الله خيرا، ونراكم غدا إن شاء الله. tomorrow we'll see you إن شاء الله at 1 o'clock in the same talk at 1 o'clock London time at 3 o'clock Mecca time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.